إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا من خلال بث مباشر جديد أكيد هنا من أكاديمية أقصبي. أكيد كاينة دورة تكوينية ديال حراس الشخصيات العمومية من تأطير يونس نينجا أكيد الخبير في القطاع، فغنحاولوا نسمعوا مجموعة من التوجيهات اللي غيتم إعطائها. غادي ننتقلوا هناك من أجل تقريبكم متابعينا الكرام. اول حاجه كندافع على راسي من اي خطر ولا اي تهديد كيقدر يوقع لي في الحياه اليوميه. كنتعلم الدفاع عن النفس باش ندافع على الوالدين ديالي، على خوتي، على الاصدقاء ديالي، لا تحطينا في شي موقف ماشي هو هذاك. كنتعلم الدفاع عن النفس باش تكون عندي ثقه في نفسي. كنتعلم الدفاع عن النفس باش ما نطيحش في واحد الموقف اللي يقدر يتسبب لي في واحد العقده نفسيه اللي تبقى معايا حياتي كامله. وباللغه ديال الدارجه ديالنا تنقولوا لها هي انك تحقر. واضح؟ حيت الى تحطيتي في واحد الموقف وتحقرتي راه ربما تبقى لك ذاك العقده نفسيه تابعك حياتك كامله. انا كنت كذا، حقرني، دار لي، فعل لي كذا، كتمرض. هذا الشيء علاش الانسان خاصو يتعلم يدافع على راسه. وهذا الشيء هذا كنستعملوه باش اننا ندافعوا على راسنا في شي حوايج اللي حنا عندنا فيهم الحق، باش ماشي باش نتعداو على شي واحد او لا نستخدموا هذا الشيء هذا في الاعمال ديال الشر. لا، غنديروا الاعمال ديال الخير وتكون عندي ثقه في نفسي. واضحه الخوت؟ دابا غنجيو مباشره مع واحد الشخص مثلا غيتعدى عليا، شنو هما الاجراءات الوقائيه والتدابير اللي خصني نراعي لهم ونكون دايرهم في بالي قبل ما يوقع الهجوم وقبل ما يوقع الدباس؟ اول حاجه، كل ما الانسان تفادى المشكل راه عنده الربح. كاينين بزاف ديال الطرق باش انني ما نطيحش في ذاك الصراع، لان انت في غنى عليه، ربما شفتي فيا، شفت فيك. غنوض ندابز انا وياك، تنصدق انا دريري نقي، والديا خدامين عليا وقريت وكذا وطلعت لواحد المستوى زويون، وغيجي واحد ميكروب غيقول لي شي هضره ما كشتي فيا، غنصعد معاه، غنصدق ضاربو، غيصدق طايح، وقعت له شي حاجه نصدق انا خرجت على راسي. كاين شي يعني الخطوط الحمراء ما تخليش بنادم يتجاوزهم، ولكن الا كانت شي حاجه فين ان الانسان يسلك وان الانسان يدير عين ميكا صافي دوز، عندك الربح انت. واضحه الخوت؟ دابا غندوزو للاجراءات اللي خاصنا نديروهم ونراعي. شنو هي؟ هي مسافه الامان. راه يا ما كنشوفوه في الحياه اليوميه ديالنا، ومالك صاحبنا وشنو؟ وهكا كيدير لك بنادم وتيدخل عندك حتى لوجهك، وشنو يا صاحبي؟ ياك لاباس طاق. شتيني باش ضربتك؟ شتو شنو وقع؟ دخلت عنده عمرت عليه، مالك ما مات مالك، جبت شي لعيبه من جنبي باق حشيتها له في كرشه، ما شافهاش. علاش ما شافهاش؟ حيت ما داخلاش في المجال ديال الرؤيه ديالو، لانني دخلت عنده هكا يدي انا ما تتبانلوش دابا. واضح؟ اول حاجه خصني نراعي لها هي مسافه الامان، ما نخليش بنادم يدخل حتى لعندي. علاش؟ باش راه بغى يجبد شي حاجه من جنبه ولا يدير شي حركه تتكون داخله في المجال ديال الرؤيه ديالي، كنشوفها كنعرف كيفاش ندير نتصرف. ولكن الا غطى عليك ودخل عندك حتى لداخل وكذا راه ما غيغطي عليك المجال ديال الرؤيه، تقدر يجبد شي حاجه من جنبه ويخشي لك شي موز في جنبك، ما غتجيب. يعني ديما مسافه الامان. ثاني حاجه، ما نديرش يدي مورايا وما نديرش يدي في جيبي، هو كيتسب معايا وتيتغاوت معايا وانا داير يدي مورايا ولا طالق يدي لتحت او لا داير يدي في جيابي ولا في الكابيتش ولا غلط. علاش؟ لان فاش غنجي انا ندير الدفاع سرعه رد الفعل ديالي غتكون ثقيله. بحال دابا مثلا هو طالق يدو لتحت، انا غنقيسو هنايا، انت حاول تحيد لي يدك، زيد. علاش؟ لان سرعه رد الفعل ديالو ثقيله، لان يدو بعيده. انا عطيت اشاره ليدي باش تهجم، هو عاد شافها، عاد قال الدفاع، صدقت يدي وصلات لان يدو بعيده، فما بالك انا كنديرها مورا. هكا راه غنعطيه الطن، ما غيجي يدير الدفاع على راسو غيلقى راسو طاح. هاد الاجراء هذا راه مهم. شنو هو؟ يديا ديما نخليها غير هنايا مراعاة وتحسبا لاي طارئ يقدر يوقع من هاد الشخص هذا، ومسافة الامان، وما نتيقش لان راه الغدر كاين. واضحة الخوت؟ الثقة ما كايناش، وبالخصوص في الشارع، لان هاد الشيء اللي غنتعلمو ديال الشارع، لان راه فرق ما بين قتال حقيقي
القتال ديال لاصال، القتال الحقيقي راه قتال حقيقي، اما هذاك ديال لاصال حتى النفسيه ديالك كتكون مرتاحه، كتقول هذا راه غير صاحبي اللي قاتل كاسك كذا لعب انا وياه راه ما غيأدينيش، ولكن هذاك ديال الشارع راه ما كتكونش عارف شنو غيدير، بزاف ديال الحوايج راه فرق كبير ما بين. اذا كتشوفوا بطبيعه الحال كيفاش كيتم الحمايه ديال ليغارد كور وديال الشخصيات العموميه، كيفاش غيتم الحمايه؟ اذا نشوفوا هذا الدرس اكيد. راه تيقول لك القتال هو القتال، صغيرا كنت ام كبيرا، ضعيف ولا صحيح ولا، راه القتال هو القتال، الا وقع القتال خصك تدافع على راسك سينو راه غتمشي فيها. واضح؟ غادي نبداو الخوت مع اول تكنيك، هو انني واقف كنهضر مع الشخص حتى كيمشي لي لوجهي نيشان وكيدفعني موجهي. واقف كيهضر معاك باق وكيخفلك في وجهك، انا واقف ديما قلنا مسافه الامان يديا قريبه من وجهي باش تحسبا لاي طارئ، واقف كنهضر واحد جوج مباشره كندير الدفاع كندير الهجوم ديالي. نعاودو واحد جوج كنصدق انا اللي ضارب، حاول تهجم عليا هجوم صحيح. واحد جوج رد بالي، ما خصنيش نغفل، الا جات فيك الضربه الاولى راه كتسمى الضربه الاولى قاضيه، الا جاب الانسان الضربه الاولى جات فيك وبالخصوص الا جات في شي بلاصه كتسمى بالاماكن الحساسه للضربات القاضيه راك مشيتي، راه الا جاب لك الضربه في جانبي الذقن او لا في منتصف الانف او لا ما بين الحجبان او لا في الجنب ديال الجبهه، هادو بلايص كيتسموا بالاماكن الحساسه للضربات القاضيه، الا جات فيك شي ضربه لتما تحتي وفي علوم القتال الا طحتي في الارض كتسمى ميت. واضح؟ قلنا واقف كنهضر معاه واحد جوج كنهجم مباشره كنستهدف واحد النقطه ديال الضعف اللي هي هنا فوق الشفه العليا، كي كنضرب هنا كنطلع يدي لفوق وداك الساعه نقدر نكمل معاه، ولكن الاساس هو نتفادى الضربه الاولى. انا واقف كنهضر معاه زرب عليا واحد جوج ثلاثه بوم، داك الساعه نشد بوم 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 نكمل ما نطلقوش تينزل الله لانه تعدى الخطوط الحمراء، هجم عليا في ذاك الحاله ما خصنيش نبقى جالس هكا مكتف وتجي فيا الضربه ونطيح. ايوا شنو؟ انا دافعت على راسي وداك الساعه فين ما بغات توصل توصل. واحد النقطه وحده اخرى كنهضر مع الدراري اللي خدامين في، وهاد النقطه هادي غنقولها لحقاش درنا عليها بحث ميداني ولقينا بزاف ديال المشاكل وقعوا، وما نبغيش شي واحد فيكم كاع هذاك الشيء اللي وقع انه يتعرض ليه. شنو هو؟ كتكون خدام مثلا انت مثلا في هذا الشيء ديال بالخصوص الدراري ديال لا سيكوريتي، تيكون خدام واقف في الباب ديال البنكه ولا في باب ديال السبيطار، وهذا الشيء راه تيوقع عندنا حنا بعدا هنا في فاس في المركب، راه ديما كيوقع هذا الشيء. مسكين عاد مؤخرا وقعت لواحد الحارس امن واقف في الباب، جاوا واحد المجموعه ديال الناس كيهضروا معاه، من المريض ديالهم دخل ليه حسن العوان، ولكن كاين واحد القانون، هو مسكين جالس يدير العمل ديالو، بقاو كيهضروا معاه، واحد زرب عليه خشالو ساروت هنايا في وجهه، فتح له وجهه، لان علاش؟ حيت ما كانش رد باله، حيت ما كانش مخلي مسافه الامان، لو كان غير شويه مسافه الامان شافو غير الساروت غير يضربو يقدر يدير غير هكا، بعدا ما تجيلوش الضربه هكا في وجهه، فتح له وجهه بساروت. ثاني مشكل كيوقع شنو هو؟ هو ان مسكين كتلقى الدري جونتي خدام مثلا في بنكه ولا في سبيطار ولا هذا، كيجي عنده شي واحد كيبدا يهضر معاه تيقول له سير اصاحبي بحالك، هذا راه غلط تيديروه الدراري ديال حراس الامن. انا قلت لهذا السيد وسير بحالك، والسيد مركب لاباريد القلب، انا ما شفتهاش حيت لابس واحد الفيستا ولا قميص جا ولا شي حاجه، دفعتو مسدرو هكا طرطقت له ذاك لاباريد القلب طاح مات، صدقت انا دبرت على راسي في مشكل كبير ما غنخرجش منه. شي واحد داير شي طربوش في راسه وانت درتي له سير اصاحبي وضربتيه لراسه، وانت ما شتيش بلا راه داير واحد 60 غرزه هنا في راسه ومغطيها غير بالطربوش، فتحتيها له وقع له مشكل في راسه، الله يستر قدر الله وقعت شي حاجه دبرتي على راسك في مشكل. راه هاد النقيطات هادو الخوت خصكم تنتبهوا لهم، علاش؟ باش ما تضيعوش الحياه ديالكم من اجل واحد كما كنقولوا انسان غير صالح، انسان ميكرو. هاد النقيطات هادو تبقاو تردوا لهم البال، علاش؟ حنا كنتعلموا الدفاع عن الناس، باش تعرف فين تضرب، باش تعرف فوقاش تضرب، باش تعرف فوقاش. اذا هنا تقنيات الدفاع عن النفس كما كتشاهدوا كيحاول لان يونس نينجا يشرح كيفاش كيتم دفاع على النفس. اكيد واضح في اطار مع بنادم كيضرب عليك واحد حماية الشخصيات العمومية. هنا واحد كنحيد الخطر، جوج ثلاثة كنهجم، غنحبسو غير حد هنا، غنحاولو نخدموها واقعية
واحد جوج مباشرة تلقى القراص والتضرب. هو هاجم عليا الوجه هنا شاف واحد جوج كاين القراص والتضرب. واقف واحد جوج بوم واضح. يلا كل واحد مع صاحبه الخوت. اذا نشوفوا هذا التمرين اكيد التطبيق ديالو ما مدى التطبيق ديالو اكيد. الانخراط كذلك ديال العنصر النسوي الاناث اكيد كذلك ينخرطون في هذه الدوره التكوينيه. يوسف خدموا مع هذا زيد ضرب ضرب برافو غير شويه ما تزربش. دابا انت غير كتعلم انت غير واحد جوج صافي لا إذا كتشاهدوا تطبيق هذا التمرين أكيد حنا معكم دائما في بث مباشر متابعينا ومشاهدنا الكرام. غادي نحاولوا ناخذوا يونس النينجا أكيد مادام لأن الآن المنخرطين يقومون بهذا التمرين أكيد ناخذوا معه تصريح. يونس يونس واحد دقيقة نشوفوا سي يونس النينجا أكيد. سي يونس تحياتي لك تبارك الله عليك. الله يكبرك. من التمارين اكيد المهمه في هذا القطاع ديال حمايه الشخصيات العموميه كخلاصه لهذه الدوره التكوينيه، شنو جاء في هذه الدوره التكوينيه؟ بالنسبه للدوره التكوينيه خويا منصف باش يكون في العلم ديال المتابعين المشاهدين، هذه الحمد لله الدوره التدريبيه رقم 55 عندنا في الحصيله ديالنا، ودرنا الدوره التدريبيه الحمد لله في جميع ربوع المملكه، جميع المدن المغربيه، وكنلقاو الحمد لله اقبال على الشباب على هذا الدومين هذا، والحمد لله حنا كنديروا اللي جهدنا باش انا نوصلوا لهم واحد المعلومات اللي تفيدهم في الحياه اليوميه ديالهم، في الحياه ديالهم ك يعني شي حاجه عامه تفيدهم في الحياه ديالهم اخويا منصف. نعم والتمارين الان واش ممكن لان الكل يجي ينخرط في الدوره ولا كاينين شروط ديال الانخراط؟ لا خويا حنا اللجنه ديالنا دايره فتح المجال لكل شيء. نعم. اي واحد يمكن له يجي يدخل لهذ الدوره، غير هو اللي شاف راسو غيقدر يواكب ويكمل راه كيكمل، واللي شاف راسو انه راه ما غيصلحش لهذا الدومين يعني ربما يعطي في شي دومين واحد اخر راه غادي يمشي لشي دومين واحد اخر، غير هو حنا فاتحين المجال لكل شيء ما كنقصيو حتى واحد، اي واحد جا بغى يتعلم تنقول له مرحبا بك. الناس كتسال على الصبغه القانونيه ديال هذا، انتم كجمعيه يعني احنا عندنا جمعيه يعني قانونيه، عندنا وصل ايداع نهائي ديالنا، وعندنا تفويض من منظمه دوليه، والحمد لله الاسم ديالي راه محفور في الموقع ديال بريطانيا، وعندي شواهد دوليه في المجال، وعندي الحق ان ولو دروا من المنظمه الدوليه باش انا نعطيها الدورات هادو هنا في المغرب، والحمد لله لقاو استحسان ديال الشباب وخلقنا فرص بهم ديال الشغل الشباب، والحمد لله عندنا يعني شهادات ديال الناس مصوره ومسجله بالصوت والصوره على ان شباب تكونوا عندنا ومشاو لقطر الامارات السبليون بزاف ديال الدول وخدامين الحمد لله، وهذا في ظلم الله تعالى والله يسهل على الجميع. خويا يونس القضيه ديال الدفاع على النفس واش دابا كاين اللي غيقول من خلال التعليقات غير باش توضح لربما لا مرحبا مرحبا كاين اللي غيقول وحنا ماشي في السيبه ماشي غنبقاو ندابزو القتال في الشارع وكذا، انت هضرتي على الدفاع على النفس يعني كتحاول تدافع بلا ما تضرب الناس ياك دابا كما كنقولوا راه شوف راه ضروري الانسان راه واش غنكذبوا على راسنا واش ما كاينش التعدد راه ماشي غير عندنا راه في جميع بقاع العالم من نهار بدات البشريه راه كاين المشاكل فهمتي يعني الله يهديهم ولكن الانسان ما فيها باس الا تعلم شي حاجه اللي يقدر تفيده في حياته ما كان لا مشكل لا والو داكشي اللي بغينا ولكن لا قدر الله وقعت لك شي حاجه بعدا تقدر تحمي راسك ويكونوا حتى كانوا شي اضرار يكونوا مخففين
ما تكون كانوا غيجيو فيا 10 ضربات يجيو غير ثلاثه. انت ما كتفهمش على لا والو ابدا، بالعكس انا تنقول الدراري يبعدوا من المشكل لاقصى قدر ممكن. فهمتي؟ انا مثلا نعطيك غير واحد المثال كنطبقوه مع الاخوان. مثلا الشخص هذا قال لي مالك كتشوف فيا؟ نعم. واش انا نقول له مالك كتشوف فيا ونصعد معاه ونصدق انا وياه في مشكل على والو؟ شنو تنقول له كاع؟ تنقول له سبحان الله العظيم اخويا والله الا تشابهتي لي مع واحد ولد عمي الله يرحمه عاد توفى انا بردته. نعم. وانا تفاديت مشكل غير تقنيه اللي هي مزيانه. فهمتي؟ اولا مالك اخويا كتشوف فيا؟ خويا الله يسهل امرك، غير ذاك الكويس قيط عجبني من شريتيه، الله يسهل عليك. فهمتي؟ يعني كتحاول انك تكالمي تبرد بنادم، ماشي انت هو يقول لي مالك نقول له انا مالك ونصدقوا في شي وانت انت عارف راسك انك غتزمت هذا بنادم. هادشي اللي كان البروجرام ديال هاد النهار مازال فيه غيكونوا مازال دابا هاد التدريب هادو الحصه الصباحيه كيكونوا فيها التدريب. وان شاء الله غندوزوا ان شاء الله من هاد التقنيات ديال الدفاع عن النفس، غنعطيهم واحد شويه ديال الراحه باش انهم غيسترحوا مباشره. غندوزوا نديروا لهم محاضره ونعطيهم التعريف على هادشي ديال الحمايه، وشكون هو الحارس الشخصي، وشكون هما الناس اللي كنحميوهم، وشنو هي المصادر ديال الاخطار الشخصيه الى اخره. موراها مباشره تيلبسوا الوليدات الكوستيمات ديالهم، وهادشي اللي تعلموه في الصباح كيطبقوه على ارض الواقع بالسيارات واللبس الزي الرسمي ديال الدراري ديال الحراس. غيكون ان شاء الله واحد العرض غيكون زويون ان شاء الله في التالي ديال العشيه، غيكون واحد العرض زويون. شكرا. كنتمنى نكونوا عطينا واحد النبذه صغيره، وتحياتي لكم اخويا موسى. ابناء فاس اكيد كي صراحه مفخره لمدينه فاس، وان يكون رياضه المهنيه يتم التاطير ديالها. بطبيعه الحال سمعتوا الخبير يونس سنين جاء اكيد هو قال حنا ما كنشجعوش على ان الناس تمشي تقاتل في الشارع. الحمد لله راه كاين سلطات امنيه اللي قائمه بالواجب ديالها، ولكن هذه مهنه اللي خاص التاطير ديالها. دابا كنشوفوا لي غارد كور، هما كاينين لي غارد كور، ولكن واش مفورمين؟ انا ما كنقللش من لي غارد كور، بالعكس واش مفورمين؟ اذا حنا هنا حضرنا لا فورماسيون ديالهم، دوره تكوينيه كيفاش كيتم التكوين ديالهم. اذا غادي نخليهم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. متابعينا الكرام، مازال اليوم غيكونوا عروض اكيد استثنائيه على قناتكم شوف تيفي. دومين اللي هو مهم هذا الدومين، خصنا نسلطوا عليه الاضواء اكيد. والقناة شوف تيفي دائما سباقة لكل المواضيع الهادفة، بعيدا كل البعد على الخوى الخاوي اللي ما غيفيد حتى شي واحد. انا بعدا شخصيا اهتم بالمواضيع الهادفة، ومن بين المواضيع الهادفة هو قطاع تكوين لي غارد كور اكيد. متابعينا الكرام شكرا، بقاو معكم اذا كنشوف تعليقات. مرحبا، نبقاو اذا كنشوف التعليقات ديالكم. نعم الاراء مرحب بها، جميع الاراء مرحب بها. اذا هنا كيفاش تجنب ضربات ديال السيف؟ اذا سمع كيفاش كتم تجنب ضربات السيف اكيد شي مهم. على ان القوه راه العقل هو القوه، راه لان الانسان بالطبيعه ديالو راه كيبقى واحد الكائن اللي هو ضعيف. مثلا غنعطي واحد التجربه اللي هي صغيره مع الاخ تبارك الله. غادي نحط يدي هنا، حني راسك لعندي، يلا حاول تدفعني، دفع 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 بجهدك، دفع زيد. ها انتم راني داير جهدي كامل واخا هكاك دافعني، يعني انا شاد بجوج يدين وهو دافعني بقوه. ياك دابا شوف واش غندير، هو كيشوف لهيه، غنديري هكا. هذا شنو هو؟ صبيع. غندير هاد الصبعين دفع لقدام، دفع دفع ما قادش. اذا غير بالصبع رجعوا خايا يدفع ما كتشاد. كاينين تقنيات اكيد فماشي سهل اكيد صراحه. هادشي مفيد هنا براسه هو دفعني، ولا نشجع على العنف. هادشي دفاعا على النفس، لا نشجع على العنف. الحمد لله بلادنا فيها الامن والامان. ما غيقاش حسيتي براسك ما قديتيش دفع؟ غاديش تدفع كان علاش؟ براسك لا بوان فابل تاع الانسان عندك هنا. راه دائما نقطة تاع الضعف اللي خص الاخوان يعرفوها، هاد النقطة تاع الضعف تاع الانسان عندك هنا. كاينين بزاف دابا نهضروا عليهم، كاينين بزاف بزاف. هلا مرحبا. عمراني قد اذا كتشوفوا خويا تبارك الله عليك ما قدرتيش تدفعوا. ما غاديش تنجم تدفعوا، كان علاش جالك في النقطة تاع الضعف تاع الانسان؟ كان احنا كاملين الناس عندنا ضعف. فهمت؟ علاش الانسان ملي كيمشي يتريني وكذا كيتعلم بزاف تاع الطرق تاع التقنيات باش تحمي نفسك، تحمي نفسك ب راه بعض المرات كتخرج غير بالدار خصك تخرج اونكار. علاش؟ كان راه ملي كتخرج للشارع كامل مخاطر. غنعطيك واحد ليكزومب ساهل.
راه كتخرج راك غادي في الشارع كاين اللي بعقله، راه كاين واحد مختل العقلي راه غادي في الزنقه، انت ما على بالكش راك غادي حتى تلفد حجره يضربك للراس طيح. لا يعني بان كاين الحمد لله كاين سلطات امنيه اللي دايرين. لا شوف راه كنقول لك راه كاين. لا احنا شوف بلادنا بلاد الامن والامان والسلم والسلام، هذه راه معروفه، راه المغرب الحمد لله بالرجال ديالو راه مأمن بصفه عامه ماشي بصفه خاصه، ولكن كتجي واحد المره راه كتجي واحد السهو كيقول لك لا. دابا خص تعرف انا قلت لك عطيت لك واحد النقطه هي السهله، قلت لك غادي تجي خارج بالدار راك غادي تتقدى، ولا راه خصك تمشي اونكار كان راك غير تغفل شحال قدك تحضي مع اللي حاضي معك. انا ندافع على نفسك، واش هو الدفاع على النفس باش تحمي راسك، ماشي باش غادي تريني دير شي رياضه باش غادي تمشي نتايا تهاجم على الناس، ولا بالعكس انت تحميهم. كان تشوف واحد الانسان دابا حتى في القانون راه ملي تشوف واحد الانسان في خطر خصك تساعده تحميه، راه كان القانون يعاقبك على لا ما ساعدتوش، راه هذا هو اللي الناس كتجاهلو. شكرا. مرحبا. مرحبا. شكرا. إذا التمرين هنا مهم ديال الهجوم بالسيف. إلا جا شي واحد يهاجمك بالسيف كيفاش تحمي راسك؟ غادي نشوفوا التطبيق ديال هذا التمرين. أكيد. واقف الضربة جاية. 1، 2، 3، 4، 5. هنا أوب. شنو دار له؟ أوب. هنا. بارك الله يونس. من هذا الجنب. من هذا الجنب. أنا كانت عنده شي حاجة نحيدها رميها. تنجلسوا على جنبه هنا اوب نرجع. اذا هنا حمايه من التدخلات اللي كتكون بالالات الحاده كالسيف. شنو هو وانت هذا الضربه الاولى الضربه جايه 1 2 نقطه ضعف 3 4 5 هنا مباشره اوب عاودوا غير شويه قلنا يا هنا يا هنا كود بوم اوف بوم. اذا هنا كيفاش تحمي راسك من السيف من الضربه ديال السيف. اذا حمايه انا كنقول راه الحمد لله رجال الامن هذه ما فيهاش نقاش دايرين خدمتهم، وهذا قطاع عاوتاني ديال لي غارد كور الامن الخاص ديال الشخصيات العموميه. لي غارد كور كيرافقوا الشخصيات العموميه، جا واحد غيهجم عليك بالسيف ها كيفاش تحمي راسك وتحمي اللي معك. شاهدوا شفت كاينه هاد البني يعني الاناث بطبيعه الحال هما منخرطين في هاد الدوره التكوينيه، وهادو شخصيات اللي اكيد كيتعلموا، راه جايين دراري كيتعلموا هاد التقنيات. اذا متابعينا الشيء ما صراحه مهم جدا، تحياتي للجميع الى ما لقى بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.